مين اللي كان أشد عليكي، باباكي ولا مامتك في الفترة دي، أو يعني لما كبرتي شوية؟ لا بصي، انا مامتي هي اللي دايما كانت بتشد عليا، لما بس لما يعني بس هي كانت حد عاقل قوي، ما بيحبش يزعلني كتير. لما اوصل بقى اللي بره الليميتس خالص، بس على فكره والله العظيم يا هند، انا ما كنتش متعبه، انا ما كنتش بيبي متعبه خالص يعني، ولا وماما بتقولي ولا حتى في المرحله اللي هي التينيج يعني ما كنتش متعبه. متطلباتي مش كتير، سهله قوي ترضيني. عندي حاجات معينه بحبها كده، وانس انك عملتيها لي خلاص ايه انا بقى كده ممكن اعيش بقى. حاجات زي ايه؟ اقول لك يعني مثلا في سن المراهقه، مثلا الفتره بتاعت المدرسه دي، اول حاجه بتحصل في المرحله دي ان انت تبقي عايزه تنطلقي زياده عن اللزوم. دي اكتر حاجه الام بتعاني منها في التوقيت ده، انت عايزه تخرجي وعايزه تسهري وعايزه تروحي ديسكوتاكس وعايزه تشوفي وعايزه تروحي نوادي. انا كنت حد بيتوتي جدا، ما اعرفش ده جاي من برجي ولا من شخصيتي. انت برجك ايه؟ انا جدي، الجدي بيتوتي؟ يعني انا خالتي كده وليا صاحبتي الانتيم كده. ف anyway ما اعرفش ده مربوط من البرج ولا بالكاركتر، بس ما كنتش مثلا، لا مش عايزه طول النهار اهج كده، عارفه الكلمه دي اللي هو مش بطلب منها، مش عايزه اسهر اساسا يعني، عمري ما تعبتها مثلا انها تقعد تقول لي عايزه ما ينفعش مش عارفه ايه بتاع، ما فيش الكلام ده اساسا. اهتماماتك كانت ايه؟ اهتماماتي كانت غريبه جدا، ودي في منها حاجات لسه مستمره لغايه النهارده. انا مش هتكلم خالص لو سبتيني قاعده في البيت، لاني بحب قاعده البيت جدا. بحب اقعد اتفرج على افلام، كنت من زمان جدا اتفرج على افلام، اسمع ميوزك، ارقص، كنت احب ارقص جدا، واعمل بقى ايه، اعمل استعراضات في البيت وحاجات كده، استعراضات كامله وانا اللي اصممها وحاجات كده. كنت بعمل كنفة، دي كانت حاجه غريبه جدا. دي انقرضت تقريبا، انا الوحيده اللي بعملها لغايه دلوقتي. انت كنت عاقله قوي. كنت غريبه كده، بس كان كل الميول لو تلاحظي لما تدققي فيها تلاقي كل الميول فنيه. وامتى حسيتي ان انت عايزه تمثلي؟ في ثانويه عامه. يعني متاخر، مش من وانت صغيره يعني، لما كانوا بيسالوكي وانت صغيره عايزه تبقي ايه لما تكبري، كنت بتروحي؟ بقول ست بيت. لا معرفش، ميولي غريبه شويه، بس ما كانش نفسي في حاجه معينه. وخلي بالك يا هند، انا ما كنتش شاطره في حاجات كتير. يعني كنت شاطره في الدراسه في الفتره دي، جات لي توقيت كده كنت شاطره فيه قوي في الدراسه، وبعدين خلاص من اول ما كبرت بقيت مش شاطره خالص. بس اشمعنى ست بيت يعني؟ كنت بتحبي الستايل ده، اللايف ستايل بتاع ستات البيوت، كنت شايفه انهم رايقين وان ما بيشتغلوش لا هقول لك على حاجه. نمبر 1، انا مامتي واز بزنس وومن طول حياتها. فانت عارفه لما تتربي في حاجه طبيعي تطلعي يعني غيرها، قبل ما تبتدي عكسها. تكوني عقلك يعني شويه بيجي لك توقيتات كده.